أنا قررت حط خبرتي بلبنان، ومش بس بلبنان، بعكار محله أنا خلقت. دراسة تنشر في مقالة علمية لباحثة لبنانية تخرجت حديثاً تسلط الضوء على أهمية إيلاء البحوث في العالم العربي اهتماماً أكبر. فبعدما قتل الفطر العشرات في منطقة عكار اللبنانية، قررت ساندرا أن تجعل من الفطر مادة بحثية. لم تعلم ساندرا أن بحثها سيقودها لاكتشاف 62 نوعاً من الفطر لم يأتي أحد على ذكرها في لبنان قبلاً، وإلى توثيق 8 أنواع جديدة على صعيد العالم. بحث ساندرا دام 4 سنوات في ظروف لا تعد مثالية لأي باحث. هدفي أنه البحث تبعي وكمله، ما كنت فكر، ما كان عندي أي إمكانيات مادية من الجامعة أو أي جهة منحة تانية، بس أنا كملت وفتت بالبحث تبعي عن الفطر. أطلع على الجرد، إذا بدي أعبي سيارتي بتطلعني مرة واحدة على الجرد وبحط 3/4 معاش. استطاعت ساندرا أن تحقق إنجازاً علمياً في أحلك الظروف، لكن هذا لا ينفي أن البحث العلمي يحتاج لدعم مادي ومؤسساتي. طالب بحاجة لمواد معينة، للنقل، للتليفون، لكتير مواد هو يمكن تصدف أنه هو بحاجة لها خلال البحث، وفي كتير إشياء غالية كتير، يعني بالنهاية هو طالب مش بيشتغل. في غياب الإمكانيات في بلدها لبنان، تواصلت ساندرا مع باحثين في جامعة مونبلييه الفرنسية عبر أستاذها المسؤول عن بحثها، وأرسلت عينات من الفطر اللبناني للباحثين هناك حيث أخضعوها للتحليل. لكن ما الذي يمكن أن يجنيه هذا المختبر بتعاونه مع ساندرا؟ بصير عندهم معلومات وبصير عندهم داتا بيس أكبر، يعني قاعدة بيانات ممكن يستفيدوا منها لبعدين. تاني شغلة بيهتموا أنه يكون أكيد اسمهم وارد بالبحث، وهذا اللي صار مع ساندرا. تالت شيء أبداً ما بيطلبوا يعني أي شيء مادة، بالعكس هن بيقدموا لنا مختبراتهم حتى وبيقوموا بجزء من العمل، وهذا الشيء اللي بيسمح أنه اسمهم يكون نازل كمان على البحث. كثير من الجامعات العربية خصوصاً تلك التي في دول تعاني حروباً وعدم استقرار سياسي تواجه محدودية في عدد المحاضرين الذين يستطيعون التفرغ والإشراف على بحوث الطلاب. هذا الشيء بيكون عائق، خصوصاً إذا كانت الجامعات برنامجها ومنهجها التعليمي بعده قديم. يعني الجامعات العربية بقسم كبير منها يولي الأهمية الكبرى للتعليم ولحصص التعليم أكثر من للبحث للأسف. طبعاً في الجامعات اللي عندها منحة أو منهج أكتر صار عندهم نوع من التوازن بين الوقت اللي ممكن الباحث يعطيه للتعليم والوقت اللي ممكن يعطيه للأبحاث. في النهاية كشف باحثون عرب عن ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المراكز البحثية في أنحاء الوطن العربي كي يتم الدفع بالبحوث العربية للأمام.